عليكم البنات، مساء الخير عليكم. واش راكم؟ واش ديروا؟ واش ما ديروا؟ اليوم ما كانتش العبدويه، حاليا هنا في المقاطع الاولين او ما كانتش العبدويه معايا البنات. هنا ورانا مع الروتينات تاع الصيفيه مع السخانه، دي فوا انا نغيبوا عليكم حاله الصيف، خي على بالكم بالصيف نخرجوا نحوسوا ندورو، على كيف دي فوا هي ما تنغيبوا عليكم. اي كراي الهبالي نورما مكيير تقلق دي تاع انا بديت نشوف التيق تاعنا، لقيت فيهم الخبره شويه هكا كيما هكا البنات، ولا قلت والله غير نجبدهم نغسلهم. كاين خران على بالي بلي حيقولوا لي في الكومونتير لا لا ما تغسليهمش، امسحيهم ولا ديري حاجه تاع زيت وامسحيهم. لا لا، الحاجه انا اللي تبرد لي قلبي هو الصابون، ونحكم هذيك المصلحه مليح ونغسلهم. هذه هي الحاجه اللي تبرد لي قلبي باش تنحى هذيك الغبره. شعر نخهم بالماء، لحلهم الماء مليح باش تهبط هذيك الغبره البنات، ونحكم المصلحه نلوح شويه صابون وهذيك المصلحه الحرشه ونبداها، هذه تدي هذه تجيب، ونحكهم مليح مليح. البنات كي تحكوهم مليح مليح من بعد تشلوهم، كي تشلوهم امسحوهم المسيحه هذيك خفيفه. اللي عندها البنتوره تقدر تعاود لهم البنتوره، واش عندكم الحاجه اللي تقدروا عليها مع السخانه هذه تقدروا تبندروهم وطلعوهم الفوق مع الشمس ليه يشيحوا لكم. انا ما عندهمش بزاف من اللي بنترناهم البنات، خي حطينا لكم واحد عندها صافي عندها عام تبان لي من اللي بنترناهم دركا. ها والله غير جبتهم نحيت لهم الخماج هذيك الغبره، تقعدوا نحيو الغبره، مش شرط لازم نقعدوا غير في الديار، لازم تولهوا واش كاين في الدار، لازم نكونوا نظاف باش ما يعتيوش علينا الناس. على بالكم كي يدخلوا لكم الناس كي يلقاو يتولهم يتولهوا يبداو يروحوا عند الناس اخرين يقولوا لهم شتي هذيك واش خامزه خامجه، اسمحوا لي خامجه. نظفهم، شوفوا كيف انا نظفتهم، نظفوا دياركم باش ما يعتيوش عليكم الناس، وتبقاو على خير. وراكم على الفيديو مع امكم العبدويه. البنات هما كي جبنا الدجاج بصح الكويس اللي جبناه، هما كي واي درتهم شبطتهم فوق الطابونه، دوك نجيب الاخر الموس نشوف منين شتهم كل نقيهم، خاطر الدجاج راه ما يشبعش تنقيان. وهذو اللي نحيتهم من لاصقين هنا ملاصقين لهنا، هاني وين نحيتهم وين غليتهم. ديروا بهم سباغيتي ولا ناكلوهم هكاك ولا ديروهم مع البطاطا، حنا خي الشاويه ما طلقوا والو. هيه بصح راح نقول حاجه، تما حاجه انا شفتها في الدجاج هكا عادوا لي كويس واش يديروا البنات، تما عادوا كفاه يخدعوا في الناس. تي الكويسه ما يعطيها لكش بكري، كانوا يمدوا الكويس كيما هكا دوكا، واش يلوح لك هذا القرجوج ويزيد يلوح الحشاوي نتاعو الداخل التحتاني، هذا مع تابع للتحتاني. ها هو كيما راكم تشوفوا، شوفوا البنات، ويزيد الشحمه هذيك ويزيد الخماج هذاك، يحطوا هاك ويدخلوا لداخل البنات وباش يزيد في الميزان. كاين شفنا شكاره شوف، هاي أويا دوكا حاليا الجزاره ليكم ديروا الشي هذا، راكم تاكلوا الحرام في كروش. شوف دوك نعد لكم تسمى كيلو نحينه ولا زوج كيلو واخا كثر. ها دوك نعطوا البنات كفاه يخدعوا في الناس، او هاك كي تخدع الواه تخدع ربي سبحانه. شوف كي يديروا هكا الواش، شوف شبيت على الكويس نحيت منهم، شوفي شيلوه لك طيشت وكل، شوفي البنات واش يلوح لك، يلوح لك المصارم هذوك ويلوح لك كلش. شوفي شوف شوف تخدع هذا الواه، راكم تاكلوا الحرام في كروشكم. هذا ما نقول لكم ربي يهديكم، ماهمش كامل الجزاره ما كيخدموا الخدمه هذه، اللي يخدم الخدمه هذه لا لا يا خويا وين راح تروح، راك راح تدي شبر في شبر، هذا ما كان في الدنيا هذه. بكري كانوا يصفيهم هكا ويلوحوهم هكا هكاك، وكنا نشريوهم عند الجزاره هكا كويسه نظيفه كيما هكا. بعد الواه تزيد لي هذا وتزيد هذو الواه اخويا، هذو خي موالفين تبيعوهم وحدهم، القرج هذو تبيعوهم وحدهم، بصح ما عندكم ما راح تديو في الدنيا هذه، راح تديو غير الشبر في الدنيا هذه، راح نديو غير هكا باش يكون في علمكم. الخدعه موش راح يدوم، واش راح نزيدو نقولو لكم البنات، حنا دوك نصفيو الدجاج تاعنا ونديرو له الخل والملح ونحطو. هذه ليامات الدجاج راهو غالي، واش نبيعو بيعو نضيف بيعو كل واحد يبيعها الاخر تاكل في حاجه نظيفه. الصوارد كي تديهم تديهم بالقشور ولا تديهم من الباب، تبالك بلي راك تدي الصوارد هذو كي تديهم توكل ولادك، راك توكل فيهم الحرام. شتي الماكله اللي ياكلوها في كروشهم ماهمش يتبنوها، او قدهن واحد او حاط حكايات ثقيل قد هذا قد هذا كيف كيف قد اللي نحيت القماش قد اللي بقى. ايه يا الدنيا حاجه ما تدوم في الدنيا هذه، هرني ما انا ولا غير
البنات هذوك من اللحوم ودير لهم شويه خل غليوهم. هذا مكتب رب العالمين نديروا زوج الاخر حوايج هذو راحين نديروا مرقوا بهم ولا نديروا بهم اش بغينا، وهذو نشوفوا كيف راحين نديروا لهم. هذو ما يسرقوا من بعد، هذو يسرحوا غير دير فيهم سباغيتي مكرونه حوايج كيما هكا فهمتوني كيما هكا. هذا هو الدجاج اللي حابين حابه برك صورت باش نقول للناس اللي يتخدع. هذا ما كان ربي يجيب الخير، هذا ما حنقولو. هيا نروحو نخليو الدجاج تاعنا ومن بعد نرجعو لكم. البنات هنا كي كملنا كلش نظفنا وغسلنا الدجاج، هنا واش درت خشت تعرفوا بلي اخر شهر ديما ما نلقاوش حنا نطبخو. ايا واش درت قلت والله ندير مرقه تاع بطاطا، لميت البطاطا اللي بقات لي في الصندوق كامل، خي تعرفوا اخر شهر الخضيان كامل يخلص البنات. هيا قلت والله نلم البطاطا هذيك اللي بقات لي في الصندوق، جيت قشرتها وراح ندير مرقه تاع بطاطا ونخلط فيها شويه زيتون كيما راكم تشوفوا. خي تعرفوا اخر شهر راح تكون الخضره، جبت الخضره هذيك اللي كاينه في الفريجيدار كامل ونروح انايا خير ما نطيشها نروح نديرها مرقه. هنا واش درت جبت طرف اللحم نتركوا كي اللحم تاع مال عبدويه راهو كاين ما بقاش يخلص، درت اللحم بصله ثوم طماطم وشويه دبشه والتوابل اللي عندنا. واللي هنا ناضت ما لقيت ما الصباح ناضت درت الكسره. البنات اللي حبت دير الكسره تنوض شويه تطيبها قبل ما تلحق 12 وتلحق عليك السخانه كما راكم تشوفوا فيها. وشي هو سر الاخر سر الطبيخ تاعكم البنات، كي تخليوا اللحم تاعكم يتقلى، شتي خليوه يتقلى ويطلق البنه هذيك في لاصوص، تجيكم الماكله تاعكم بنينه وما تكثروش الزيت خاصه كي يكون اللحم تاعكم فيه ليذام. كي تكثروا ليذام خشتو كفاه راه تجي هذيك المرقه تجي مزيده. وهنايا من جهه اخرى راني قصيت البطاطا وشليتها هي وزروديه، تما هذه هي الخضره اللي كان عندي لقيتها، الباقي خلص ونزيد لها على الاخر الزيتون راني غليه نخليه حتى يطيب لي المرقه ونضيف هذاك الزيتون اللي غليته غليه. هنا البنات صاي تقلى الاخر راح نلوح البطاطا وزروديه تزيد تقلى شويه معها ونمرقها بالما يكون دافي البنات، وان شاء الله نكونوا في حسن التقديم وتقدير ومازال راكم على الفيديوهات تاعنا. البنات ها هي كي المرقه تاعنا هاي طابت درك، حنا راح نلوحوا فيها الزيتون درك. هذيك النهار درناها حمراء اليوم راح نديروها بيضه شويه. وين بيضه ما لازم ما تحب قطش طماطم هما درنا غير نتاع الحب برك ما درناش تاع البار باش تيلي تملل ماشيهاش بيضانة يا زدي دير شوية حمر. ها يا سيدي راح نديرو فيها الحمر، ها زيت سيدي. ها هي كي كملنا المركة تاعنا اليوم، ها هي كي درناها درتها أمال وأنا درت الكسرة، ها هي كي الكسرة نتاعي. زعما البنات تنوضو الصباح باكري باش طيبو الكسرة في البرود، ها زعما في لا فقوس لا نمتشان الهندي هي صبرين كلشي زمان الا الخريف في الزمان الا الخريف عفوا قربا اليوم عفوا قربا اليوم هالشهاده ما ينساوناش لي جماعه التفاح ما كاينش راح ندير لها شويه دبشه ها هي كي زينوها شتي انا الدبشه ها هي والفلفل ها هو كي الفلفل قصيت الفلفل زايد ما شاء الله هديت وليت ولا دزجنا ولا تزيزاو الزيزاو اللي حلا ان شاء الله ندير لي كلش لزيزاو ان شاء الله يا رب العالمين. هذا هو الغداء، هذا هو غدانا، هذه هي الكسره نتاعنا. تعودوا تنوضوا البنات ديروا الكسره، هي اللي توقف هي اللي دير كلش. الخبز مهما كان درتي الخبز دقيقه تجوعي منه. واش راح نقول لبناتي نوضوا قفازوا نوضوا ما تكسلوش باش كي تشوفوا رواحكم رايحين تكسلوا اتخطفوا قولوا الحاجه هذيك راح نديروها. ها خلاص واش تقولي لهم كلمه الاخرى؟ كلمه الاخرى ربي يهنيكم ان شاء الله وديروا المرقه كيما هذه ياكلوها بناتي بالصحه والهنا ان شاء الله ان شاء الله تبقاو على خير.